معلومات ديالو هاو يعني وليد شكون اللي شاف تشيدو وسط احمد منصور الذهبي في 1603 حتى 1570 هجرية في ديسمبر 1578 ميلادية. وفي هاد المفاتيح بزاف القبعة الخضراء البيوت والضيافة وبساتين وصهريج يعني قبعة خمسينية بزاف هادشي كلشي غندوزوه نشوفوه تحت. قبل ما ندخلو لتحت اجي نشوفو من هنايا شوفو هنايا وخا ممنوع ندخل لهاد البلايص هادو ولكن نصورو من هاكا غادي نشوفو هاديك البلاصة هاديك الحديقة خلاو كيف ما هو من احد هذيك هادي هذا العش ديال القلاق لا سيغون حنا غادي ننزلو ننزلو من هنا الشرفة كيف زين بيوتا صغيرين فاش كيدخلوا بيوتا صغيرين دابا استغلهم داروا فيهم هاد الشيء الصور القديمة البيت كيف زين هو بيوتا كادي تخص غوارين يعني هما استغلوا حطوا في غير هاد التصاور هكا كوم سا يعني ولا بحال شكل هنا كاين واحد دابا هويا وهذه كتصب بحال بحال هنايا ديال الساحه كي باقي فيها تما كندخلوا هنايا شاد الحجر باش نبني هو هذا الحجر هذا النقش نقشين عليه الصخور صافي غنخرجو نكملو هذا بالنسبة ل حاطين فيه داكشي التكوين غندخلو باش نصورو منو دونك هذا المعلومات ديال المتحف يعني في هاد داكشي الاثري وشي قليل هادوك في كانت عندهم في المخازن دونك هادشي من حنا ندخلو نصور غندخل انا نشوف ونخرج شوفوا هذا داك
العش ديال سبحان الله من زمان زمان من قرن 16 هو كاين هذا العش ديال القلاق. سبحان الله كاين الحميمات كاين هادشي. ما غادي نطلعو، يلا يلا نطلعو الفوق نشوفو من الفوق. روج السلالم كيفاش كتمصنع من القديم. وهذه الصحه ديالهم فيك تيكونوا الحفلات، وباقيين لحد الان تيدير اللي بغا يدير شي حفلات كيجي يديرها هنايا. هذه كنعمره بالماء خاويه، دابا سهرج ديال الماء دابا خاويه. هذه حديقه الساحه ديالها كلها ديال قصر البديع. تبارك الله شحال من السهرج ديال الماء. خاوي 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 من الماء. كاين بلاصة السمك ها واحد اخو لهي بحالهم، ولهي هنا كان البط صور كنحيدو، بقى وحده هي راهي هنا في هاد البلاصه كان الموكا البط كاينه باقا وحيده راهي. واحد اخر لهيه حتى هويا في سين لهيه قلت لكم. صافي هذا قصر البديع كبير، هذا قصر كبير اللي بينزل هنايا كينزلوا يسقيو تينزلوا في الدروج بحال هكايا وتينزلوا هاد الحديقه هادي يسقيوها ويشوفوا الورود ديالها. حتى هنايا كان فين الماء ولكن ما بقاش الماء، ما عرفتش علاش واش كيديروا شي حاجه، جينا في شي وقيته الا كنت كيديروا النظافه ما عرفتش. كتيكون عامر بالماء هنايا. وهادي قدامنا لا فونتين صغيرة، غادي نمشيولها. هنا البنات طلعوا فوق التيغاس، غادي نطلعوا التيغاس الفوق يعني السطح. لا
يلا غادي تولو سمرين تغسلو بالماء. مسخون مسخون ماشي بارد. طلعو التغاس. شوفوا من هنايا يعني المشهد معبر راسو بلا ما نقول حتى شي حاجه. بارك الله مدينه العتيقه هنا بلايص هادي. هذا السطح كيطل على كل شيء. على كاع البلايص اللي زدنا منهم هنا من دخلنا كبايس كلهم زدنا منهم. هذا السطح طل على القصر كله من فوق في واحد الواجهه زوينه كيطلع على القصر كله. وهنا دايرين بحال لتحت داير شنو كاين في هاد القصر. هنا من دخلنا تيطل القصر على كلشي والناس هنا ساكنين. هنا الناس ساكنين هاد البلايص هادي ساكنين الناس. من هنايا كيبان صومعات كتبيه. ها هي شفتيها هادي. وكاين جامع واحد اخر هنايا. هاد الجامع هذا كيوصل واحد المآتم واحده اخرى سميتها القبور السعديين. ان شاء الله شي نهار نمشي لهم. الا كان باقي الوقت اليوم غندوز لهم سينو حتى شي نهار واحد اخر. هذا مكان في قصر البديع. هذا هو قصر البديع احد المآتم التاريخيه في المغرب في مراكش. صافي شنو نشوفو اماكن حدا اخرى ثاني ان شاء الله. خرجنا من قصر البديع غاديين واحد غادي القصر الباهية. ها هي وقفت معنا يعني لا
هذه الدخله ديال الدخله ديال القصر ديال الباهيه. هذه الطواله ديال كامله مازال ما دخلناش فيها. هذا غير المدخل ديالها. شحال طويل بعدا. شوفوا هاد من هنا كاين هاد التهوه ديالها. كيخلصوا تقريبا 10 دراهم كلهم قاعد مزارات 10 دراهم غير الجمعه اول يوم العيد كيكون فري كيكون ف يعني فابور مجانا. البصل الصلاة قاعة ديال الصلاة قاعة الصلاة عيتو معلومات دائما كنقول لكم معلومات عليها. هيا يعني هي تبنت في نصف الثاني من القرن التاسع عشر وعلى مساحة 8 هكتارات. هذه المعلومات وهذا أهم دائما أهم أجنحة الرياض الصغير والصحة الصغرى والصحة الرخام والرياض كبير وجناح الزوجة النبيلة. وهذا هو الشكل ديالها الخريطة ديالها فاش تبنات هكا داير. هذا ما يدخلنا هذا الشيء كامل.